Arov Ticaret, uluslararası yatırım ve ticari faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Firma, İstanbul dışında Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mersin'de bulunan şubeleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Bizler de firma sahibi Zeyna El Halil'i ziyaret ederek Türkiye'deki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. I came from 5 years ago in and I'm coming since that as Istanbul. A founder for the company it's here in Istanbul. يعني هلا باستنبول صار لي بس هالاسبوع نحن خلصنا وبلشنا وفتحنا وخلصنا شركتنا بلشنا فيها هون. بالاساس نحن بمرسين وبششلي وبلبنان وبالامارات. Arrow Trade difference first نحن مش بس Arrow Trade اللي هي trade وهيك نحن كمان كل شيء استثمارات كل شيء تجارة عامة كل شيء business club clubby لكل business men باسطنبول وخارج اسطنبول يعني اي meetings اي استثمارات كبيرة بتصير نحن نكون موجودين نحن نكون اللوبي تبعنا لإلهم وبلس انه اللي بميز ارو تريد كتريد هي التعامل مع الزبون اكيد مع العميل عنا اللي منسهل له كل الاشياء المريحة له بالشغل معنا وبلس في شيء نحن عاملينه اللي هو الروبوت اللي هو بيساعد الزبون تا يشتغل عنه بيسهل انه ما يخسر رسمات تبعه فهذا الشيء اللي بميزنا نحن عن ارو تريد عن سوري ارو تريد عن اي شركة تانية وبلس شغلتين هي الثقة للزبون إجباري العميل لازم يتعامل معه بكل ثقة هو يتعامل معك بكل ثقة هون شوي مختلف عن غير شركات لأنه في كتير شركات ما كتير عم بتكون الثقة تبع يعني ما عم بيقدر الزبون كتير يثق بهيدي الشركة أو بهذا الشغل وهذا كمان بيميز أرو تريد عنا we have يعني from all the world يعني عرب يوروب من اوروبا امارات لبنان مصر ليبيا اردن اي حدا بحب يعرف اي شيء عن الشركه تبعنا نحن عنا على الانستغرام ارو تريد تليجرام كمان ارو تريد فيسبوك كمان ارو تريد تويتر نفس الشيء ارقام التليفونات كلها موجوده على الانستغرام كمان على الفيسبوك على كل السوشيال ميديا وحتى الويب سايت www.arrowtrade.fx اي حدا بحب يتواصل معنا دائما على ال 24 ساعه اي سؤال واي شيء دغري بنرد عليكم دغري بتقدروا تتواصلوا معنا